نعم. السلام عليكم. هذا سائل من السودان، هو الأخ الرشيد الريح دوير، مقيم بساجر. يقول في سؤالي الأول: في الآونة الأخيرة ظهرت بين النساء قصة في مقدمة الرأس، وهذه القصة مائلة، هل صنيعها جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قص الشعر للمرأة من باب التزين أو من باب التشبه بالكافرات أمر لا يجوز على أي شكل كان، من الأمام أو من الخلف أو من أي مكان، لأنه مطلوب من المرأة توفير شعر رأسها لأنه جمالها وزينتها، ولهذا اكتفى الشارع منها في تحلل من الإحرام حجنا وعمره أن تقص من رؤوس الشعر أو من رؤوس الظفائر قدر أنملة، بينما استحب للرجل أن يحلق رأسه حلقا كاملا، فهذا مما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة، وأن المرأة مأمورة بحفظ شعر رأسها والتجمل به، أنها لا تقصه إلا من حاجة كمرض أو لأنه يطول ويؤذيها ويحتاج إلى مؤونة كثيرة وهي فقيرة، فلا بأس أن تخففه لإزالة المشقة فقط. نعم.